دولة قائمة لستمائة سنة، ساحة إمبراطورية قد انتشرت إلى جغرافيا كبيرة في ثلاث قارات، وثائق لا تسلط الضوء على نفسها فحسب، بل لتسجيل التاريخ في الجغرافيا الواسعة التي انتشرت فيها أيضاً، وذلك من خلال مئات الملايين من الوثائق والسجلات. ومكتب سجلات الدولة العثمانية المعروف باسم الأرشيف العثماني التابع لرئاسة الوزراء التي تقوم بحفظ هذه الوثائق. تاريخ الدول والأمم خفي في السجلات التي تعتبر خططها الأصلية، وسجلات الدولة العثمانية تعتبر أولى المراجع بالنسبة لكثير من البلدان في الشرق الأوسط والبلقان وشمال إفريقيا. إنها أهم مرجع لكشف الأوضاع الاقتصادية والثقافية والسياسية لحوالي 40 دولة قد تم تأسيسها على حدود الإمبراطورية. تم قطع مسافة مهمة في تصنيف السجلات العثمانية وعرضها للباحثين من خلال الموظفين الذين تم توظيفهم في السنوات الأخيرة. كذلك فإن سجلات الدولة العثمانية مرجع مهم في المسائل العرفية في البلقان وفي حل قضايا كثيرة مثل قضية فلسطين ومشكلة معبر طابة بين مصر وإسرائيل، وكذلك مشكلة حنيش بين اليمن وإرتيريا وجزر الحوار بين البحرين وقطر، من بعض المشاكل التي يتم حلها على أساس السجلات العثمانية.